الأهلي ينصب السيركل سيراميكا كليوباترا ويسحقه برباعية نظيفة ويواصل الحفاظ على الصدارة. كابتن شريف ألف مبروك. مبروك كابتن أيمن، مبروك جماهير النادي الأهلي ومجلس إدارته ولاعيبته. خلاص بقى الشكل باين، خلاص الأهداف إنذار لجميع الفرق. احنا مش هنقل عن هذا المستوى او مش هنقل عن الشكل التهديفي او ثلاث نقاط بما اصبحوا مطلب جماهيري يعني. احنا دايما بنبص للاحسن. بشوف ان اللعيبه بتاعتك النهارده الحمد لله الله اكبر خرجوا من غير اصابات، وده اكبر حاجه ليا بعد الثلاث نقاط. بسرعه هنلعب يوم الاربع ماتش تاني، فلازم يبقى في فلكسبيليتي للمدير الفني ازاي يدي راحه للعيبه، ازاي يعمل استشفاء، ازاي اللعيبه اللي بتشترك 20 و30 دقيقه تبقى على جاهزيه اكتر من كده. لعيبه زي اللي بتبقى في المستوى الاول وبنشوفها بتلعب زي كهربا مثلا، المفروض يبقى قد كده مرتين ثلاثه في المباراه اللي جايه، بياخد كل مره بيخش نفسه بيفتح. الحاجات اللي ما حصلتش النهارده توفيق فيها يركز فيها اكتر في المرحله الجايه. شفنا جونيور اجايب برضو موجود، بس احنا عارفين جونيور وعارفين الدنيا ماشيه ازاي ولازم يبقى عامل ازاي، ولازم يجي اكتر من كده كمان لنفسه هو. يعني هو الحقيقه بيمسك كرة بيتصرف فيها كويس، انما كموضوع بدني وكلام من ده ويخس ويبقى على المستوى الاول، فدي كلها مكاسب النهارده. الحمد لله الحمد لله على الاربع اهداف، الحمد لله لعيبتنا الحمد لله. الشكل العام كان كويس كمان، الشكل العام كل الناس مقدرين المسؤوليه، بيتصرفوا كويس بذكاء. صحيح، بيتصرفوا بشكل مناورات. يعني انا ما بشوفش لعبه ما فيهاش فكر، لعبه ما لهاش هدف. بحاول زي ما قلت لك نستغل محمد شريف من اول مباراه بالكوره الطويله ببينات، حسين الشحات بيحاول يعمل من اول ماتش وجاتك الفرص كتير قوي، واعتقد ان فرقه سيراميكا بعيد جدا ومش هينفع هيثم يمسكها في يوم وليله يبقى العصا السحريه يعني. وعندهم مشاكل كتير جدا اذا كان في خط الدفاع بتاعهم خصوصا يعني. وعندهم غيابات النهارده برضو، اتمنى لهم يعني الفتره اللي جايه يكونوا في احسن حال. بشكر اللعيبه النهارده والجهاز الفني، وبتمنى الماتش الجاي باذن الله يبقى احسن من كده كمان ان شاء الله باذن الله. كابتن علاء الف مبروك، فوز منطقي جدا بالنسبه لسير احلى صنبار. اكيد طبعا. الله يبارك فيك يا ايمن. مباراة سهلة، انت سهلتها نفسك خالص، ما عندكش مشاكل من بداية المباراة لنهايتها. ما فيش مقاومة حتى، أربع أهداف كان ممكن تزيد. وزي كنا بنتكلم دايما أيام المباراة اللي زي دي، تكسبها في الملعب تكسب منها مكاسب. صح. يعني النهاردة أربع أهداف، المكاسب إنك زي ما بقول لك بدأت تريح بعض اللعيبة، تنزل بعض اللعيبة شوية عن الملعب. المكسب بيديك ارتياحيه في التفكير، انت مش مضغوط، ما عندكش مشكله في حاجه خالص، غير لما بتبقى بنفس التشكيل بتاعك وبتبذل مجهود اكتر عشان تكسب المباراه. لكن النهارده الحمد لله من بدايه المباراه انت احسن حتى من قبل الطرد، فواضح ان المباراه النهارده مساعدك في كل حاجه. اهداف اربعه حاجه كويسه جدا. التغييرات عملتها وانت بتريح لعيبتك، ما عندكش اي مشكله، ما فيش اصابات النهارده زي ما كابتن شريف قال. استمرار محمد شريف في التهديف ده حاجه كويسه. يعني النهارده المباراه كلها الحمد لله مكاسب. صحيح. الف مبروك، ثلاث نقاط مهمين جدا، وده الاهم بقى، ثلاث نقاط النهارده خلاص خطوه. صح. نبص على الخطوه الجايه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن عادل الف مبروك، فوز مستحق. يمكن كمان شفنا سيراميكا كليوباترا الشوط الثاني تقريبا بلغه الملاكمه كده رمى الفوطه. ده هم مش منضبطين تكتيكيا، لكن اول حاجه مبروك للنادي الاهلي، عملنا اللي احنا عايزينه. اولا حتى كم الجري ما كانش كبير النهارده. صحيح. ودي كانت حاجه مهمه قوي، ان لعبنا الفرقه كانت في المتناول، ضغطنا في البدايه، جبنا جون مبكر زي ما قلت لك يا كابتن ايمن. واحنا اتكلمنا اكتر من مره ان الفرق اللي مع الاهلي ما بيبقاش عندها البلان بي خالص، اول ما بيدخل فيهم هدف مبكر ما مش عارفين هيعملوا ايه خالص. يعني انا شفت النهارده سيراميكا في حيره كبيره قوي، ولا شفتهم تكتيكيا منضبطين، ولا شفتهم في حته الجلد كويسين. ولكن النادي الاهلي النهارده ضيعوا للفرص، يعني عاوز اقول لك احنا اضعنا فرص كتير النهارده برضو، ولكن في نفس الوقت في هدفين هنشوف لسه الكابتن ناصر عباس هيقول عليهم ايه لما يجي، احنا ما بنكررش ولا بنشوف.
لكن عايز اقول حاجه مهمه جدا انه لا انا اقدر اقول لك ان فيهم هدف 100% صحيح. انا متاكد تماما يا كابتن اللي هي حسبها على الهاند بول على قفشه. انا متاكد تماما ان اصل الفار مش يعني انا يمكن قلتها كتير ومش عاوز اكررها ان الفار مش بتاعنا الفار مخاصمنا يعني مخاصمنا. انا حاسس ان احنا انا يعني انا حاسس ان هو الفار ده باكت من غيري لا باكت نت احنا ما اشتركناش فيها يعني انا حاسس كده. ولكن في الاخر اللي اقدر اقول لك عليه ان النادي الاهلي عمل اللي هو عايزه ده رقم واحد. رقم اثنين ومهم جدا في الست مباريات الجايين انك انت تخلص من المباراه حاضر للثانيه هي دي اهم حاجه. صحيح. النهارده حضرنا من المباراه الثانيه بالتغييرات اللي عملها موسيماني. صحيح كابتن دال الف مبروك ومحمد شريف الحمد لله ما جابش 19 وقربت بالفوز دوت خطوه اخرى من ان شاء الله باذن الله حفاظك على اللقب. الحمد لله. يمكن مبروك طبعا للنادي الاهلي. ده صراع الثلاث نقاط يعني انا شايف ان السبع مباريات خلاص بقوا سته دلوقتي. ده دول يعني مسماهم من وجهه نظري صراع الثلاث نقاط بين الاهلي وبين الزمالك. انت عندك الادفانتج تمام. انت لو كسبت الماتشات اللي جايه كلها خلاص انت هتتوج بطل للدوري العام. عندك انت المواجهات المباشره والاهداف تحسم لصالح اعتقد لصالح النادي الاهلي بعد النهارده الاربع لصالح النادي الاهلي المواجهات المباشره وكمان الاهداف لصالح النادي الاهلي فروق الاهداف يعني بتديك يعني انا شفت النهارده ماتش النهارده انك بتلعب كل ماتش بتاخده برتمه هو يعني بطريق يعني على حسب الفرقه اللي بتلعب معاك يعني انت الانتاج كنت نزلت المستوى الانتاج النهارده سيراميكا طلعت شويه طلعت لمستوى سيراميكا يعني احنا ادينا سيراميكا كليوباترا فوق حقها في الاستوديو قبل الماتش لان كنا متخيلين ان هي نفس الفرقه ونفس الستايل ونفس الشكل مع نفس المدير الفني القديم يعني هي فكره بس من وجهه نظر يعني هخرج بره حته المكسب بس هقول انت ليه غيرت هيثم لما انت هتجيبه تاني الافكار بتاعه الادارات محتاجه شويه احترافيه شويه اكتر من كده. انا شايف النهارده سيراميكا كليوباترا الاهلي يعني خلاه فريق اقل من المتواضع من وجهه نظر الشخصيه الاهلي يعني أيوة. احنا الكلام اللي كله في الاستوديو من بدايه الاستوديو محتاج تضغط ضغط محتاج انك تسجل سجلت محتاج انك تصنع فرص حقيقيه صنعت فرص حقيقيه محتاج انك تحط سيراميكا كليوباترا تحت ضغط دائم عشان دي فرقه في المتوسط فالفرقه اللي في المتوسط لما بتضغطهم من بدايه الماتش يعني بينزلوا يعني عكس الفرق الصغيره هي اصلا نازل للجيم وهو عامل حسابه ان انا هدافع فهلعب زون فهبقى متكتل فالاهلي طول المباراه هيضغط عليا. النهارده الفكر بتاع سيراميكا مش كده هو عايز يجاري الاهلي في الماتش فلما ضغطت عليه وحطيته في حجمه الطبيعي كان هو ده الناتج يعني الناتج ان انت اديت اداء قوي جدا الماتش بالنسبه لك كان سهل جدا 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 يمكن شوطة او اتنين بالكتير او فرصه او اتنين لسيراميكا كليوباترا طول الجيم مع الامكانيات اللي موجوده عندهم ولكن النهارده لعيبه النادي الاهلي كانوا على اشد تركيز تركيزهم كان عالي جدا جدا حضورهم في الماتش جامد جدا جدا جدا. النهارده الاهلي بيشتغل من ناحيتين والاثنين ايكوال تقريبا يعني مزبوط. محمد هاني بيشتغل بشكل كويس قوي في الناحيه الدفاعيه والهجوميه علي معلول بيشتغل في الناحيه الهجوميه وفي الناحيه الدفاعيه لعيبه نص ملعب كانوا متمركزين بشكل جيد جدا جدا جدا. النهارده الاداء واللي اختلف شويه او اللي بيتطور بتاع النادي الاهلي في ثلاث حاجات مهمه جدا. النهارده انت بقيت تجيب اهداف من الكاونتر اتاك بقيت تجيب اهداف من اللونج باس ما كانتش بتحصل قبل كده بتجيب اهداف من على الاطراف. النهارده مجدي قفشه بيسجل من بره ال 18 بواليا بيحاول يسجل من بره ال 18 السوليه بيحاول يبقى ليه تصويبات من بره ال 18 فالاهلي اصبح عنده اكتر من حل لتسجيل الاهداف ودي حاجه يعني تحسب للمدير الفني النادي الاهلي وتحسب للاعيبه النادي الاهلي النهارده في الماتش ان انت بقى عندك كل الحلول يعني كنا الاول دايما صح. بنعتمد على كره بينيه لمحمد شريف عشان يسجل منها هدف النهارده لا بقت في لونج باس بتتعمل لاكثر من لاعب بتتعمل لكهربا وسجل منها المباراه اللي فاتت بتتعمل لحسين الشحات وسجل منها قبل كده علي معلول بقى عنده تطور في الاداء ما بقاش شرط انه يوصل لاخر الملعب عشان يعمل الكروس بيعمل الكروس من ثلثين ملعب فالنهارده بقى اصبح عندك حلول كتيره جدا 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 من بتساعدك انك تقدر تسجل اهداف في اي توقيت. الاهلي مختلف تماما عن شهور فاتت في الاداء في الايقاع كمان في رتم اللعب في ممكن يعني الماتشات الصغيره بتنزل بيقع فيها رتمك لكن على في الماتشات الكبيره
الاهلي دايما حاضر يعني. مبروك للاهلي النهارده طبعا، مباراه واداء ونتيجه. انذار لكل الفرق طبعا، زي ما قالوا الكباتن، انذار لكل الفرق ان الاهلي قوي ومستعد وجاهز عشان حصد البطوله باذن الله ان شاء الله.